بعد شلونش مع عمليات التجميل؟ اوف ايش قصدك؟ لا الاوف هذه وش معناها؟ انت شنو؟ وش معناها؟ لا 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 رجعنا بعد فاصل والله شوفي انا سؤال. مع عمليات التجميل اذا انت محتاجتها، اذا ما انت محتاجتها ما في داعي تسويها بس عشان ايمج وعشان شفنا احد سوى شفايفه وما صرنا نشوفه وصلت لهني. يعني وبعدين ايش يقولوا لك؟ انا طبيعيه بس صاروا تشابهون اي كلهم خط لزق ايش يسموه خط لزق سمج كوبي كوبي بيست اكزاكتلي صاروا صارت يعني تشوفين مثلا الفنانه الفلانيه تشبه الفلانه الممثله الفلانيه والفنانه لما تكبر لا لا والله انا لما تكبر ليش تشابهون صح انا لاحظ الشغله انا مره ببطل الانستغرام كان قلت اخ هذه فلانه اطالع الاسم واحده ثانيه والله العظيم مبالغه فاللي يصير فيهم الهوس هذا يعني يصيرون شبه بعض بس سويت عمليات تجميل بكل صراحه اي طبعا ما انه شوفي يعني عمليه تعتبر عمليه تجميل لا بس انا يعني الناس اتكلم الوجه اكيد الشيء الثاني ما لكم دخل فيه يا سلام يا سلام لا انا على فكره انا يعني شارك جمهوري بكل شيء اول شيء كشخصيه عامه اكيد كارهيني الاستوديو لانه قاعده اخبط على الميكروفون لا كشخصيه عامه المفروض اني انا اساعد جمهوري بانه مثلا تجربتي كويسه صح. اعرضها عليهم عشان يستفيدوا منها يعني انا عملت مثلا اكتاف يديني هنا لانه كانت عندي مشكله كالسيفيكيشن كان وكذا ومن الرياضه وما ادري ايش المهم فصرت ما اقدر اعمل سبور صار الفات هنا اكثر عملتها عند دكتور سعودي وكان يعني لو ما انا حسيت ويعني قدامكم انا قاعده اقول لو ما حسيت انه فعلا استفدت منها ما كنت طريت اسمه خالد الزهراني اوجه له تحيه ما كنت طريت اسمه وقلت للناس وكذا لدرجه حسبوني انا اعمل له دعايه وصرت برجعت ثاني مره عملت هذا الاشياء اللي تسووها ما اعرف اسمها اكزاكتلي بس عملتها عمليه ما عملتها فتره وتروح كمان نفس الشيء كل احد انت وعملت له دعايه اعمل دعايه لاحد